تحية لك رامي. نعم، تحية لك أهلا زميلتنا بك، وإلى جميع السادة المشاهدين. أهلا بك رامي. بداية، لو تضعنا في صورة تفاصيل فيما يتعلق بالتصعيد الإرهابي واستهداف الأحياء السكنية في درعا بالقذائف من قبل الإرهابيين. نعم، لو سمحت لي زميلة سناء، أود أن أتكلم في البداية عن التطورات الميدانية للجيش نعم العربي السوري. كانت نقطة البداية طبعا في بلدة النعيمة شرق مدينة درعا. استطاع الجيش العربي السوري ووحدات الجيش العربي السوري إحكام الخناق على المجموعات الإرهابية المسلحة، واستطاعت الوحدات أيضا مقتل أن تقتل قائد التنظيمات الإرهابية المسلحة في بلدة نعيمة. أما بالانتقال طبعا من الشرق إلى الجنوب مباشرة، حاولت المجموعات الإرهابية المسلحة جنوب مدينة درعا البلد تحديدا وحي المنشية، وذلك في تصعيد إعلامي وهجوم أيضا على مواقع الجيش العربي السوري، وذلك لتخفيف الضغط على جبهة النعيمة شرق مدينة درعا. طبعا المجموعات الإرهابية المسلحة استخدمت جميع وسائل القتال لديها، إضافة إلى صواريخ محلية الصنع تدعى صواريخ عمر، إضافة إلى عدة مفخخات وصواريخ أيضا مستوردة إليهم وقادمة إليهم من الخارج. أيضا بالتزامن مع ذلك، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المتواجدة في درعا البلد باستهداف مدينة درعا بعدة قذائف صاروخية وصواريخ محلية الصنع أيضا، وذلك في حي السبيل وحي الكاشف وحي المطار وحي السحاري. طبعا كانت النتيجة أضرار مادية وأكثر من 20 مصاب وشهيد من حي المطار. طبعا المصابين تم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج. كان هناك أيضا إصابات حرجة وفوق المتوسطة، تم نقلهم إلى مشفى الصنمين مباشرة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات رامي الشاعر، مراسل إخبارية سورية في درعا.